مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة. اليوم راني حنحضر معكم لوبيا، ديك لوبيا اليابسه. كما تعرفوا اللوبيا نشمخوها وكل واحد طريقته. انا نشمخ ديما الحاجه اليابسه، نشمخها باش بعد ما غليها ما تشدليش وقت كبير. وهاد اللوبيا راح نحضروها بالبصل الاخضر، راهو في وقته انا استعملت كيلو، قولكم يعني الكيلو تاع البصل يزيد يبنن الطبق تاعنا. وعندنا زوج مرصوات تاع اللحم البقري باش يطيل البنه، والطوماطيش يعني خليناها بهذا الشكل، نحينا لها الزريعه والقشره، ونستعملوا 4 مغارف تاع الزيت. وبالنسبه للتوابل عندي العكري، والعكري حار وحبه تاع الحار، ونقول لكم ولا تزيدوا ديروا يعني تقدروا تكثروا الحار، انا نحبها ماشي حاره بزاف بزاف. وعندنا سكنجبير والملح والكمون وفلفل الكحل، ودوك ان شاء الله نوري لكم اللوبيا بعد ما غليتها. يعني جيت نوريكم اللوبيا بعد ما شمخناها، يعني ما خداتناش وقت كبير، قولكم طابت لي الزبده. وهاد الماء رانا رايحين نسحقو، وان شاء الله نروحو لتحضير هاد الطبق تاع نهار اليوم. بسم الله، اول شيء نديرو هذاك اللحم، ونديرو هادوك 4 مغارف زيت، ونخلو اللحم تاعنا يتقلى. حنا نقلينا هذاك اللحم، نديرو هذاك البصل. بسم الله، راني قطعت البصل وحبيت نوريكم يعني هاد البصل نقطعوه بهاد الطريقه دي غوندال، ونستعملو ميم هذاك الخضر. هنا البصل تاعنا رانا كاع قليناه، شوفوا كيفاش طاح. دوك نديرو هذيك الطوماطيش تزيد تتقلى. حنا الطوماطيش هي تتقلى، ونديرو التوابل. بسم الله، نديروهم كاع على مره، ونحركو الطبق تاعنا. حنا نقصو ديما على الفرن، ونخلو الطوماطيش مع داك اللحم وداك البصل يتقلاو غير على نار هاديه، ويطيبو تاني غير على نار هاديه. انا صفيت هداك الماء تاع اللوبيا، راني حنستعملو يعني للطبق تاعي. شوفوا الطوماطيش كيفاش تجمرت، وانا حنمرق. بسم الله، نمرقو بهداك الماء تاع اللوبيا. بسم الله، حنا اللحم هاو دخلوا الطياب. بسم الله، وراني رايحين نديروا هذيك اللوبيا. اللوبيا راهي طيب، وانا بسم الله نزيدوا هذاك البصل الاخضر فوق اللوبيا، ونخلوا اللوبيا تاعنا تتجمر، ونعاودوا نولوا ان شاء الله. حنا اللوبيا حبيت يعني نوريها لكم تجمرت مليح وطابت الزبده، ونوريها لكم يعني حاضره في صحن التقديم ان شاء الله. هاي اللوبيا تاع نهار اليوم اللي حضرتها معاكم، بصل وطوماطيش وباللحم يعني تاع البقري، وجات المرقه خاطره يعني متجمره. الله الله، وان شاء الله ننصحكم باش تجربوا هاد اللوبيا في شهر رمضان. نقول لكم يعني تجربوها بالبصل الاخضر، وان شاء الله ديروها وتاكلوها بالصحه، وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.